خير، اهلا بكم حبايبي. النهارده بقى ان شاء الله جولتنا في سوق الجمله في دمياط الجديده. هوريكم بقى الاسعار والمانجا بقى، ده موسم التخزين. طبعا بتشتري جمله بيبقى ارخص ليكوا واوفر وبتستفيدوا من العروض. بس كده يا حاج، المانجا دي نوعها ايه؟ ده جحراوي دمياط. ده مانجا دمياط جحراوي، سعرها 11 جنيه. 11. طب عوم الاسماعيليه اللي دي مانجا طبعا اسماعيليه معروفه جدا، نعوم في الطعم والريحه معروفه جدا. بكام النعوم؟ النعوم دي 17 جنيه. إيه جملتها 17 في الكرتونه، يعني الكرتونه تعمل كام فلوس يا حاج؟ 170 جنيه. تعمل 170 جنيه. طبعا لما تبيعهم بره هتبقى طبعا ده حاجه و20، فطبعا هنا اوفر لك كتير. ب 35. طب النص بالنص طبعا هو اوفر لك. حتى لو الكرتونه كبيره عليكي ممكن بقى تقسمي مع ايه، مع حد معاكي بكل انواع النعوم. يا اشكالها انا شخصيا بحبها جدا. طب ودي ده عويس. عويس بكام العويس؟ 22. وفي منها برضو ب20. وفي ب20. ودي الزبده بتاعه تخزين يا حاج، صح؟ دي بتاعه تخزين. هل طبعا بتبقى لونها اصفر شويه؟ دي مانجا اسماعيلاوي. دي اسماعيلاوي زبده. دي طبعا دي اكتر مانجا للتخزين معروفه، ب 12 جنيه جملتها. كام مانجا ده حاجه؟ اهو انا بعرف كل انواع المانجا. هي طبعا برضو الزبده اهي. تفاح سكري مصري يعني؟ لا مستورد. مستورد بكام؟ يعني انت لو عايز تصور مستوردات من الشارع اللي ورا. بكام بقى ده؟ ده ب 24. ب 24. والجوافه؟ الجوافه 8 جنيه. 8 جنيه في الجمله. طب والعنب ال لا بقى هتصور كده. العنب الاحمر ده بكام يا حاج؟ بخمسه جمله. والبناتي 8 جنيه. 8 جنيه جمله برضه اهو. دي بامية اهي بيقول ب 18 جملة، بيقول بدمية مختلفة. وفي بقى البتنجان اهو ب 3 جنيه. عنده كمان والمانجا الزبدة دي بكام؟ دي ب 12. والعنب ده برضه ب 10 ونص. العنب ده حلو قوي على فكرة اهو. البصل جملة اهو، بس طبعا بتاخد شكارة ب 3 جنيه. 10 و12. تمام، ب 3 جنيه البصل ده جملة اهو. ممكن لو الشكارة كبيرة عليك تقسمي او تفضل معاك طول السنة يعني، لان طبعا متبقاش منه الزعالف والكلام الشوشة بتاعته. ب 3 جنيه حلو جدا. 50 الشكارة 50 كيلو. 3 جنيه يعني 150 جنيه. مش كتير لما تخزن البصل بكده. الرمان اهو، بس انا فتحت يعني، هو فتح واحده حمرا اهي مش بيضه ولا حاجه، وب 4 جنيه جمله. يعني سعره حلو جدا، بس هو لسه ميزز شويه يعني، دقتها ميزز شويه، لكن هو حلو جدا. طبعا الولاد فيه حديد عالي جدا جدا، بيعالج الانيميا حلو جدا. ممكن بقى تعملي منه دبس الرمان، سعره حلو قوي كمان يعني، سعره 4 جنيه ده حلو جدا. اكبر من كنت مصوره بكده. البنات هو بكام يا جميل؟ 6 ونص جملته. يعني كم القفص؟ كم كيلو؟ كم فلوس؟ 13 كيلو. حلو قوي. لو انت حطاه بقى في الثلاجه ما بتغسلهوش، بيفضل زي ما هو، طلعه على قد ما تغسله. كده الكريز اهو 35 جمله. هو انواع عنده كمان التفاح ده، عارف سعره. واحنا قلنا المانجا طبعا، لان كل واحد عنده نفس التشكيله يعني. مش عارفة الفوضى كام، بس طبعا الفوضى اكيد مستورة. واحدة انا قلت لكم سعره اهو. التفاح الاصفر ب 20، هو التفاح ده ب 17 اهو. والمترة دي غير الفلاح، المترة اخف شوية ب 11. بص ما اعتقدش حد هيجيب كوسه كرتونه كبيره، انا بتكلم عننا احنا كستات.
مع اختك او مع حد، لكن السعر طبعا اوفر من بره كتير. الشمام ده بسبعة جنيه جمله، لو حد بيحبه كمان عصير او يتخزن برده وتعمل منه عصير يبقى حلو. سبعة جنيه داخلين بقى على مدارس وعاوزين عصاير للولاد وفواكه. طبعا الاسعار ارخص بقى من بيبسي وانضف من بيبسي وافضل من اي عصير فريش. عصير اسفة جاهز والعصير بقى مانجا والكلام ده بقى افضل طبعا عصير فريش في البيت. كوسه دي باربعة جنيه، بس كوسه كتير على حد يجيبها اذا لو عندك فرحه ومناسبه. والبتنجان دي 3 جنيه او 2 جنيه كمان اهو. الخور الصراحه انا اول مره اشوفه بيقول خوخ طعميه، هو لانه شكل الطعميه يوناني ب 25 جنيه كيلو. طبعا الخليج اسمه خوخ كح، وفي الخليج بيسموه خوخ كح. طبعا انا سالته يستحق التجربه ونضح ونجيب 25، قال يستحق على ضمانته هو بقى. هو شكل بقى السوق والحاجات اللي في السوق. اي حد بقى جنب سوق جمله يفضل يعني تخزينه الكلام ده في جنب سوق جمله. ده سوق الجمله بتاع دمياط الجديده، مدخل المدينه كده. السوق اهو يا جماعه، انا هديكم اصلكم بقى كده مع فيديو بطيء كده الحاجات في السوق. انا بشوف طبعا ان لما تكون هتشتري بصل تشتري جمله افضل، المانجا هتخزنيه يبقى افضل، طبعا عندك الملوخيه هتخزنها يبقى افضل، والعنب برضه يبقى افضل، بس طبعا الطماطم دلوقتي سعرها غالي قوي. اهو فلفل وبصل، انا اكتر حاجه بحب اجيبها من سوق جمله كمان البصل مع الفواكه بقى. والعنب برضو بجيب القفص ده بيفضل في التلاجة اسحب منه من غير ما تغسله، بيبقى حلو جدا وسعره رخيص، 5 جنيه كيلو سعره رخيص.